بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أود أن أشكر يعني صاحب السمو أمير البلاد على ما تفضل فيه من بيان، كان صراحة يعني مختصر وصريح وشفاف في تعامله مع الأزمة التي تعاني منها جامعة الدول العربية بمعنى آخر الدول العربية، وهذا أمر حقيقة جميل، لأن لا نجد مثل هذه الشفافية في كثير من الأحيان. كثير من قادة الدول عادة ما يعطي يكون حديثه مزدوج، بمعنى يعطي كلام لشعبه ويعطي كلام للدول الأخرى، لكن هذا الأمر لم نجده لله الحمد في الخطاب السامي لصاحب السمو. هذا أمر مهم. أما فيما يتعلق بقضية البيان الختامي وما خرجت منه هذه القمة، فأعتقد أن هو أيضا انعكاس لأهمية ما طرحه صاحب السمو، بأن نحن نحتاج إلى ثلاثة أمور، وقد برزت هذه الأمور الثلاثة كمرتكزات في خطاب صاحب السمو، بأننا لا بد أن نتعظ من الأزمات التي مرت بها الأمة العربية، وهذا الاتعاظ يترتب عليه أن ننظر إلى كيفية حل الإشكالات التي حدثت بالسابق بمنهجية جديدة مشتركة تقوم على ليس فقط وجود أهداف، وإنما وجود رؤى مشتركة لتحقيق هذه الأهداف. الكل تكلم اليوم في البيان الختامي وأيضا في الخطابات الافتتاحية حول قضية الحلول السياسية للأزمات والملفات التي تم تناولها، ولكن القضية ليس بأن نتفق على هذا الأمر في الحل السياسي. ما هي الرؤية المشتركة للوصول إلى هذا الحل السياسي؟ هذا الذي تعاني منه جامعة الدول العربية. الرؤى مختلفة في كثير من الملفات. نحن نحتاج إلى مصارحة ومصالحة. المصالحة بدون مصارحة لن تستطيع أن تحقق أي شيء، ولذلك هذا ما نحتاج اليوم في قمة في جامعة الدول العربية حتى تنطلق إلى المرتكز الثاني، وهو المرتكز الذي أيضا تطرق له صاحب السمو فيما يتعلق ب قضية منهجية ثابت، منهجية شفافة في التعامل مع القضايا شيئا بشيء، وليس يعني بالضرورة أن احنا نحل كل القضايا، نستطيع أن نحل بعض القضايا المحددة كما بين هو. المرتكز الثالث حقيقة الذي تطرق إليه سمو الأمير وأيضا انعكس في البيان الختامي هي تناول الملفات السياسية كلها التي كانت على الطاولة، وكيفية ضرورة يعني دفعها دوليا لعلاجها، وهذا الدفع الدولي يحتاج قبل كل شيء أنا أقول الاتفاق العربي. لا يمكن أن نذهب إلى المجتمع الدولي ونحن لا نملك صوت واحد، يجب أن يكون لدينا صوت واحد حتى يشعر المجتمع الدولي أن هناك وحدة واحدة في القرار السياسي العربي. نعم. نعم. دكتور عبد الله، ما الذي يميز هذه القمة عن سابقتها؟ طبعا اللي يميز هذه القمة في البداية هي الحضور الجيد لقادة الدول العربية، يعني هناك 17 زعيم موجود، وهذا عدد كبير جدا، مما يهيئ يعني ساحة أكبر ومساحة أكبر من التناقش على أعلى المستويات. الميزة الثانية أن هناك حديث عن مصالحات جانبية، مطابخ جانبية لتحقيق المصالحة بين بعض الدول التي حدثت منها عدد من الشوائب السياسية، وترت العلاقات وعطلت الاتفاق فيما بينها، وبالتالي أكيد بالتأكيد سوف تعطل أي مخرجات جماعية من هذه القمة إذا ما استمرت هذه الأمور على مدى طويل. نعم. نعم. دكتور، ركز القادة العرب في كلماتهم على خطر الإرهاب والتطرف، فهل يعكس ذلك دعوة إلى تعاون أكثر تركيزا لمواجهته، وكيف يمكن ترجمة ذلك؟ صحيح، الإرهاب للأسف الشديد العالم كله يؤن منه ويشتكي من هذا الإرهاب، لكن أنا في نظري ونظر الكثير من المحللين السياسيين أن أكثر الدول التي تضررت من الإرهاب ليست الدول الغربية ولا العالم والمجتمع الدولي، بل الذي تضرر هم الدول العربية بالدرجة الأولى، فهم أكثر من قتل منهم وأكثر من أوذوا، وعلى رأسهم ما يحدث في يعني العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية، وكذلك حتى بالكويت حد وصلنا العمل الإرهابي. وبالتالي إذا ما تم التعاون حقيقة بشكل جماعي وليس بشكل جزئي منفرد، فإننا قد لا نستطيع أن نحقق إنجاز جيد. لننتبه أن حتى العمل الإرهابي أو الفكر الإرهابي أخذ يتبع العمل الفردي في إشغال كل دولة لوحدها حتى يستطيع أن يحقق ما يريد، وهذا ما
طبقه في فكرة ما يسميه الذئاب المنفردة اللي يضرب في كل مكان بحيث أنه يشتت الجهود. نحن نتعامل مع فكر وليس مع أفراد فقط. إذا ما استطعنا أن نتعامل مع هذا الفكر ونحلله ونستطيع أن ندرس دراسة جيدة فإننا نستطيع أن نعمل على تقليصه، لأن هذا الفكر تتسم خطورته بأنه يمكن أن ينمو كما تنمو الشجرة في عقول كثير من الشباب المتحمس. ولذلك احنا نحن أقول دائما نحن نحتاج إلى إصلاح العقل العربي وخاصة العقل الشباب العربي بحيث يكون متزن وليس يركض أو يعني يمشي أو يسرع خلف ما نسميه احنا العاطفة الجياشة في نفوسهم. نعم. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم، شكرا جزيلا لك.